FM. الكلمة ليك. اهم اكتواليتي نجم نحكيوا عليها بالنسبه لليوم، تحرك كل اطباء المقيمين والداخلين، نحكيوا على انترن، نحكيوا على ريزيدون اللي اليوم عملوا احتجاجات بدايه من 11 نتاع الصباح. دونك الناس الكل في بالنا بالاكتواليتي هذه، والناس الكل نتذكروا الحادثه نتاع نهار السبت اللي تم ايقاف الطبيبه في مستشفى فرحات حشاد بسوسه، واللي هي معناها اون فان كونت سايبوها، لكن بكفاله التحقيق متواصل بالضبط. كفاله 600 دينار تم معناها اطلاق سراحها، وتقعد ديما متهمه الى حد الان. دونك معنا بالنسبه للتحركات هذه باش نحكيوا عليها مع سيرين بن سعيد، هي طبيبه مقيمه ومتطوعه في نقابه الاطباء. مرحبا بك سيرين. مرحبا بك على كابا فيم سيرين. دونك اليوم تحركات نتاع الاطباء المقيمين والداخلين في توسكي مستشفيات جهويه والا جامعيه، هذا كل بعض المطالب وبعد الحادثه اللي صارت نتاع سوسه. اليوم نجموا نحكيوا على انه ثم قطره فايزه الكاس. قبل ذلك الكل حاب نسالك سيرين، كيفاش كانت التحركات اليوم؟ اليوم كان تحرك ناجح وناجح جدا، جاءوا أكثر من 2000 طبيب خارجي داخلي ومقيم، جاءوا من لكاتر فاكولتي ميدسين الأربعة، من كلية الطب الأربعة، تونس مسير سوسة وشفاقس. تلامينا كما قلت لك أكثر من 2000 لديستيماسيون صحة طامع ناج، خرجنا من فاكولتي ميدسين دو تونس، هبطنا وقفنا قدام وزارة الصحة، وبعد ذلك مشينا المجلس المعيد الشعب. سيرين، السؤال اللي يطرح نفسه، شنو هما المطالب؟ بما انه نحكي اليوم على اكتواليتي في تونس وما نجموش نتجاوزوها، اسكو الطلب الاول هو النظر في القضيه هذه، والا فما مطالب غيرمون يستحقوها ويستحقوا انه يحكيوا فيها الاطباء المقيمين وما لقاوش الفرصه، وكانت هذه الفرصه كما قال مالك بتدخل القطره لفايده الكاس؟ اي صحيح كلمتك صحيح. المطلب الاول بطبيعه يقعد الاكتواليتي زميلتنا في طب المقيمه اللي توقفت، معناتها اون اريستاسيون ابيزيف توقفت مش في اطار القانون، وهذايا حتى الماجستراء قالوه، ليزيكسبير نتاعنا قالوا اللي ما عملت حتى غلطه، وهذا حتى وزاره الصحه قالته، لكن الطبيبه المقيمه في طب الاطفال متهمه التوا، خرجت سوكوشيون متهمه التوا بالقتل عمدا والتدليس. بقيت المطالب اللي تخص الأطباء المقيمين. بس كما قلت أنت كنت صحيحة برشا، اللي هي التوقيف هذا كان قطرة فايدة الكيس، لأن كيسنا معدي عنده سنين وسنين. المطالب الأخرين مطالب واضحة ومشروعة وتتفي كتيب، معناتها ما تستحقش لا ميزانية الدولة حتى، هي مطالب تشريعية بحتة، اللي هي حسنا بزوز قوانين نخدم عليهم عنا برشا، والقوانين حاضرين، نحبوا المينيستير يقدمهم لايرتي ويوافقوا عليهم، والا لايرتي توافق عليهم طول. المطالب هذوما ضد قوانين سهلين. القانون الاول قانون ينظم عمل الاطباء الداخليين والمقيمين في تونس. الاطباء اللي نسميهم مترابطين، اللي هما يخدموا عند وزاره الصحه لكن زاد عند وزاره التعليم العالي، اللي هما سبيطارات تونس الكل واقفه على دوراتهم، اللي هما يخدموا كل شيء، يدخلوا للبروك اوبيراتوار، يكتبوا الدواء، يعملوا ابسوليومون كل شيء، اما حقوقهم ماهيش موجوده، وظيفتهم ماهيش بيان ديفينين نوار سور بلان، كل كيف كيف. القانون هذا قانون اساسي اسمه لو ستاتيو ليغال دي انترني دي ريزيدون، موجود في برشا بلدان، بدينا نخدموا عليه من 2012 مع المينيستير يخدم الكل، لكن الوزراء يتبدلوا لا كونتينيتي دو لتا مش موجوده، مثلا التوافق يتفسخ كل شيء ويتعاود من الاول وجديد في كل تبديله نتاع حكومه، نعاودوا مع كل وزير ونحن نعاودوا. الستاتيو هذايا حاضر كما قلت لك عمي وسارتري من 2012، عمي وسارتري كانت زوز دو ريونيون وي سو فاليد، وكانت السي العادي كان معناتها بالحق عاجبوا المشروع نتاعنا، خاطر المشروع معمول من عند دي ميسان اي دي جوريست وكل، لكن تبدل. نحب نسالك سؤال سيرين. نحب نسألك سؤال، تعال نحكيو على القوانين، تنرجع للقانون الثاني ولا المطلب الثاني بالنسبة للأطباء المقيمين، نحكيو على القانون واضح وموجود والاقتراح واضح وموجود، علاش خذا الوقت في بين كل حكومة؟ اسكو فما شكون يحاول بالحق يحط العصا في العجلة خارج عن الحكومات من العباد اللي موجودة وما تتبدلش من حكومة لحكومة، وإلا شنو هو المشكل؟ خاطر فينالمون قلت لي إذا كان القانون حاضر معناها نورمالمون قوموا غدوة صباح نقترحوا القانون ويتوافق عليه، معناها فماش مشكل كبير. شكون اللي حاط العصا في العجلة اليوم؟ صحيح هذايا نورمالمون في القانون حاضر، لكن كيما قلت لك توافق الدوله مش موجود،
لازمنا نعرض ونحكيه ونقبل نعرض نفسره الفصول الكل هو قانون طويل راح وقعد ما فيها قديه نعرض نفسره الواحد الفصول الكل نستنيه وحتى نتونه ليجي نخرين باش نقشو نعرضو نقشو نعرضو ليه النقطة هذية ما تساعدنيش نعرضو نشوفو النقطة هذية مع وزارة الفلانية ستخين في تفوخة ما نجمش نقولك شكون يحط العصا في العجل لكن بالحق انه هذية التسجيلات نتاع لي غوفرمنون وعدم l'absence de la continuité du droit c'est ce qui cloche tout ça le bizarre حاليا بزاره معناتها رفضت باش تقابلنا بلا هذا سؤالي كان ليك سيرين يعني اليوم تحركاتكم وصلت حتى لأمام وزارة الصحة اليوم هل تم استقبال ممثلين عن التحركات هذه الكل نحكيه على النقابة نحكيه حتى على الأطباء الشبان ثم اليوم رد فعل من الوزارة اسكو اليوم تقبلوكم ما تقبلوكمش شو ما فما جديد معناها نجم نشوفوا التحركات هذه الكل ومن بعد ما نلقاو حتى شيء هاي وفات سيبوا معنا احتجاجات اليوم وسيبوا ونرجع كما كنا D'accord, et c'est l'ouzara al-Bairah, on a une manifestation organisée par l'HU, les hôpitaux universitaires, par d'être nos seniors. Donc, c'est la manifestation des jeunes médecins. Al-Bairah, nous sommes à côté d'une ouzara, n'a pas de neige, ou donc, l'yom, kif, ou qu'est-ce qu'on a côté d'une ouzara, ما تقبلنيش ومشينا طول المجلس النواب الشعب مشينا الماء ما طلبنا تشريعية ولأن فما ينفع فغالية في مجلس النواب الشعب اللي هي كي صح وكما تعرفوا 10 نوائب على قانون نجموا يعديوا هم على مجلس الشعب وكهو هذا المطلب الاولاني شنو المطالب الاخرى فما مطالب اخرى بتاتخ نحكيو زاد على الحاله نتاع بالنسبه للاطباء المقيمين حتى النيفو نتاع الخلاص حتى النيفو نتاع السالير حتى لي غارد حتى النومبر نتاع السوايع النومبر نتاع السوايع اللي يتخدموا في الجمعه اللي هي حاجه غريبه ظهر لي فما كان في تونس النومبر هذاك نتاع السوايع هذا الكل موجود في المطالب 80 ساعه هذا الكل اللي ديفينيتا لو ستاتيو اللي نحكي لك عليه لي غارد هذا اللي نحكوا عليه سنين موجود هذا الكل من فار اكزامبل من اهم المطالب وسوني كان اكزامبل خاطر انا باش نشوف المطلب نتاع سكون لاكام لو ريبو دو سيكوريتي معناتها انا انترن ولا حتى ديسون نشد سامدي ما نبدا الصباح نجم نكمل ديمانش في داكار نروح نهار الاثنين ما فيش حتى شيء فهمت ونرجع نهار الثلاثة كيف نتمنى نمسك معناتها لو ريبو دو سيكوريتي ابخي اون كارد انت واقف فيها الجراح يشقوا الريانيماتور يغطوا الناس الكل تخدم من غدوة تخدم كيف تشوف مرضى جدد تعمل فيزيت تكتب دوايات تدخل تشوق للبلوك وانت ساهل دي لكن في البلوك في ان ريبو دو سيكوريتي طالبينو لينا نحنا وسورتو للمواطن لانه التركيز ما تنجمش تلومونا كي تشد 48 ساعة وقت ما تنجمش تلومنا اللي التركيز ينقص دونك لينا نحنا للمواطن تاع ريبو دو سيكوريتي سي بارمي لي بوان بارمي لي زوتر بوان جوستومون لانترن لي ريزيدون يخلص على الكارد فيليب يخلص حكاية خير نجم نقول هيك 15000 ليلة كاملة ميديكال وكاتينال شيرجيكال الوغ ما تقعدش معناتها سي فريمون سا لانتيغن ما يخلصش وان بليس ينحيو لنا احنا راه ما طلبنا بالحق ماهيش فلوس هذا قانون معناتها اونتر بارونتيز اللي كنت نحكيو للشعب وينحيو لنا الفرش نتاع السبيتار اللي ناخذوا فيه والماكلة اللي ناكلوها في السبيتار واللي زانتيغن ما يخلصوش فهمت معناتها انا قتلك بالشهرية كي تشد انت الكارد في الليل. كل ساعة معناتها باش تفهم أن السبيتار تونس بالحق واقفين على دورات الطب الشبان. وأبرسا سيرين. سيرين أبرسا اللي نذكروا الحادثة متى نهار الاثنين فما الطبيبة المقيمة بالقيروان الحامل اللي في شهر الثامن توفيت زده هي جراء التعب متى الخدمة كما كنت أنت تحكي توا جراء الليل راي خدمة الليل ما تقعدش فيها والستاتيو هذا يعطيك الصحة أن أوتر بوان فيه إنهم من سنة الحامل من 7 شهر ما عادش تشد ديكار معناتها هاو أخذوا شنو وصلنا كان الستاتيو هذا يتعدى من 2014 الله يرحمها دكتورتنا العزيزة ما زالت الله يرحمها هنا اسكو اليوم نقولوا انه الطبيب الداخلي او الطبيب المقيم يتحمل مسؤولية متاع كل شيء اللي يحدث في المستشفى اليوم ما نجموش نقولوا هكي لانه الطبيب الداخلي والمقيم يقع طبيب متربص ويعيطونا استجارات سيبغي سي دي استجار انتو سبيسيو قارين مينيموم باك بلي سات ويوصل زادا باك بلي دوكس وما استجارات سيبغي سي دي نتسان انتو لي دو مدينة تجارة صحة وزير التعليم العالي اما نقضوا ان فورماسيون والطبيب انفورماسيون ديجا كي يخرج ولا كي يتظاهر نورمالمون بطارات ما يتسلقوش لانه هو متربص
فهمت باش تفهم المشكله وعمق المشكله نتاع لاسونتي بوبليك يكون. الحكايه هذيا تزيد انا نفهم المواطنين كي يترشحوا على الطب نفهمهم علاش، لانه كي يدخل في التاجيلي يلقى طبيب يجري يشارك على البندوات باش يحفظه ويجري يمشي يجيب بلي شنو ما عنديش تورانج وين الفيلم يجبد لي بلا وين وين ساترين يقعد يستنيو برشا يقعد يستنيو برشا وشكون اللي يبان في الاخر البلوزه الجديده البلوزه الجديده ديما تبي. فوالا سيرين واضح الكلام اللي قلته الكل التحركات هذه الكل ما نجمو كان نقفوا معها على خاطر الكلام كي تحكيته ومش كان انت حكينا مع برشا من نفس الوضعيه ونحكيو في مطالب مشروعه في مطالب سورتو نتاع قوانين في مطالب كي نقولوا احنا المهنه هي مهنه انسانيه بالاساس ما شفناكمش تجريوا لا على فلوس لا على زياده لا على حد شيء شفناكم تجريوا باش بالحق تنجموا تخدموا المواطن في ظروف مقبوله ما نقولوش حتى في ظروف طيبه في ظروف مقبوله في في المينيموم نتاع لازم يتوفر. شنو ما الخطوات الاخرى اللي باش تخطيوها اذا كان اليوم التحرك هذا اليوم ما طال حد شيء وين نجموا نوصلوا نشوفوا الاطباء في تونس شنو نجموا يساعدوا باش تتحل المشاكل هذه؟ بي احنا توا لحد الان الاطباء الشبان تقبلوا لي ريبريزونطون في مجلس النواب الشعب وقالوا باش يقولوا للسلطه التنفيذيه اللي هي وزاره الصحه معناتها تقدم لهم هالقوانين والقوانين تحكينا لهم عليهم وابريوري قابلينهم لانهم قوانين مدروسه ومشروعه. احنا سي سامبل لو موفمون نتاعنا ماهوش باش يقف الا ما نلقاو حاجات نقصوا في النقص لانه في 2014 كان ذكروها بدا مارش وثوره كبيره عملوها الاطباء الشبان لكن صدقنا الواو احنا توا جست ما عادش باش نصفقوا العود نحبوا حاجه نقصوا في النقص نحبوا ساتيو يحمينا نحن ونحبوا الواو ولا ريسبونساليتي ميديكال نحمي ايه للباسيون الى ميديكال. واضح سيرين بن سعيد طبيبه مقيمه ومتطوعه في نقابه الاطباء حتى المشكل زاد اللي صار يمكن من الاطباء بين الاطباء والاعلام وجودك اليوم معنا وصوتك اللي خلط معنا زاد يقول انه ما فماش حتى مشكل فينالمون احنا مع كل انسان يحب يقدم كل انسان يحب زاد ياخو المينيموم تاع الحقوق نتاعو باش ينجم يمارس المهنه نتاعو خلي عاد كان نحكيو على مهنه الطب وكان نحكيو على ارواح مواطنين بينتين الطب هذوما وكان ماهمش موجودين رانا ما نلقاوش شكون يداوي في البلاد. يعطيك صحة سيرين على التدخل نتاعك وعلى التوضيحات هذه الكل اللي قمت بها دونك ولا كانت معنا سيرين بن سعيد طبيب مقيم ومتطوع في نقابة الأطباء. كابافان الكلمة ليك